دخل رجل معه سكين إلى المسجد وقال: من فيكم المسلم؟ كل من في المسجد ظل ساكت إلا رجل شجاع قال: أنا مسلم والحمد لله. فأمسك الرجل بيده إلى خارج المسجد وقال له: أريد منك أن تذبح لي هذا الخروف وتسلخه على الطريقة الإسلامية. رد عليه الرجل: أنا بعرف أذبح، بس شوف لك حدا يسلخ لك إياه. بعد ما ذبحه دخل مرة ثانية إلى المسجد والسكين كلها دم. قال: من منكم مسلم؟ كل يلي بالمسجد أشروا على الإمام. قال الإمام: يعني عشان صليت فيكم ركعتين خلاص صرت مسلم؟